طيب معلش في عجالة بقى لازم قول بقى، أقولها الحكاية دي، قول. وبعدين لا تختاري الحكاية لا تختاري ندعي، ها يلا بسرعة. طب قولي الحكاية وندعي، أنا طماع. في عجالة، في عجالة، سيدنا الدكتور أحمد عمر هاشم أطال الله عمره وحفظه من كل سوء وشر ومكروه، وإحنا طلبة بيدينا كده حاجة، فبيقول يا أولاد عملت محاضرة عنوانها العبرة لمن صدق لا لمن سبق، وسبب قال كنت رايح أزور مسجد سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبيقول وأنا داخل قابلتني امرأة من دولة الهند بتكلم عربي مكسر، وأصرت إن هي توقفني لأنها عارفاني من علماء المسلمين، ده سيدنا الدكتور اللي بيقول، وبيقول فسألتني عن كلمة معنى كلمة يا أمت الله، فشرحها لها على قد ما هي تستوعب، وبعدين سيدنا الدكتور بيقول دفعني الفضول أسألها مش معنى الكلمة دي بالذات، فقالت له أنا أسلمت منذ 3 سنة، من 3 سنين لسه أسلمت، وبعدين أول مرة أوصل امبارح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لمسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا قالولنا هناك في بلادنا من 3 سنين لما أسلمنا إن اللي بيروح عند النبي وبيسلم عليه سيدنا النبي بيرد عليه السلام، فأنا دخلت عشان أسلم عليه عشان أرد عليه، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فسمعته في أذني يقول وعليك السلام يا أمة الله، فسيدنا الدكتور كان كلما ذكرها يبكي ويقول كم زرنا النبي وما سمعنا، لكنها لما صدقت سمعت رسول الله من أول الزيارة. يلا نرفع أكف الدراع النهاردة ونقول زي ما شيخي كان يعلمني في النهاردة في الدعاء ده، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ولك الحمد على شرف الإيمان وكفى بذلك شرفا، ولك الحمد على أن جعلتنا من أمة سيد الأنام وكفى بذلك عزا وفخرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل آن وحين، اللهم يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك وهب لنا ما لا ينقصك، اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا ووحد صفوفنا وأمن بلادنا واهد أولادنا وعف بناتنا ونساءنا وأحسن خاتمتنا وأخرجنا من الدنيا مستورين لا خزايا ولا مفضوحين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم اكتب لنا وقوفا بعرفات على الدوام ولا تقطعنا من عند سيد الأنام، اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام، أقرئ رسول الله منا السلام، تقبل منا أعمالنا واختم لنا في هذا اليوم المبارك بالصالحات، واكتبنا من عتقائك من النيران في هذا اليوم الكريم، واحفظنا بحفظك يا أكرم الأكرمين، وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم، وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم، والحمد لله رب العالمين. كل سنة وحضرتك وشعب مصر الأبي والشعب العربي كله في مشارق الأرض ومغاربها والإنسانية كلها بخير وبيمن وبركة، ورب يعيد علينا هذه الأيام وقد رفع عنا البلاء والوباء والغلاء، وحفظ مصر من كيد المعتدين
ومن كيد الحاقدين ومن عيون الحاسدين، وجعلها أبية رايتها دائما عالية وجيشها دائما متقدم منصور بأمر الله. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. عيطتني يا شيخ محمد. بارك الله فيك. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان، وحجبك بهذه الدموع من النيران. كلي أمين. آمين يا رب العالمين.